احنا شركة جولدن بيرد استشارات خدمات دعم اللوجستي، الشركة الفلسطينية الأولى تنظيم الفعاليات في فلسطين. أهم ما يميز شركتنا تنظيم الفعاليات بشمولية كاملة وبجودة عالية في الأداء. يعني مجرد ما أنت تزور موقعنا راح تحجز خدمتك من عنا، كل مجال راح تلاقي فيه له نموذج كامل تعبيه وتبعته، وخلال كم من ساعة راح تطلب، يعني بضع ساعات راح يوصلك عرض سعر كامل عشان نوفر عليك كل وقت والجهد انك انت تصل للشركة. اكتر جمهور مستهدف بالنسبة لنا احنا في غزة اللي هو الجمهور الخاص بمؤسسات الاهلية ومؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، يعني مؤسسات بشكل عام، لانه وجدنا في عندهم مشكلة في تنظيم الفعاليات والاحداث الخاصة بشركاتهم ومؤسساتهم. من خلال المشكلة هذه لمسنا المشكلة هذه موجودة احنا من خلال عملنا وتلامسنا مع القطاع الخاص والعام والاهلي في قطاع غزة، وجدنا المشكلة هذه موجودة، فمن خلالها قمنا بتأسيس شركتنا عبر الفريق الموجود معنا. نظام موقعنا انه في عنا طبعا ككل المواقع اخبارنا واعمالنا، بس في ايقونات خاصه بحجز الفعاليات، خاصه بحجز الاستشارات، خاصه بحجز الادوات اللوجستيه. طبعا احنا ربحنا بكون من خلال كوميشن بناخذه على الفعاليه اللي بننظمها. الفعاليه طبعا تحتوي اكثر من فقره، كل فقره فيهم وكل حاجه فيهم ناخذ عليها كوميشن، بحيث انه بالنهايه يطلع هذا الكوميشن وهذا الفعاليه اللي دفع الكاستمر عندنا الفلوس تبعتها تطلع اقل بكثير من التكلفه اللي هيعمل فيها هو لحاله. يعني مثلا لو واحد بده يعمل مؤتمر خاص فيه هيروح يحجز مثلا كراسي لحاله، هيحجز اناره لحال، هيحجز صوت لحال، هيحجز كل حاجه لحال، لكن احنا هنعمل له اياها كلها متكامله وبسعر اقل من السعر اللي هياخده. طبعا احنا ممكن تكون نسبه ربحنا من المورد نفسه اللي هيورد الخدمات هذه من خلالنا، وايضا ممكن من خلال خدمات خاصه نقدمها احنا بانفسنا. بالنسبه للاستشارات طبعا الربح تبعنا بيكون في جانب الاستشارات الاداريه، من خلال ايضا نسبه ما بيننا وبين المستشارين اللي تعاقدنا معاهم وتم التشبيك معاهم على انهم يقدموا لنا الخدمات الاستشاريه. ممكن بعض الخدمات الاستشاريه الصغيره نكون فيها احنا، لكن الخدمات الاستشاريه الكبيره كعدد الخطط الاستراتيجيه والمشاريع الكبيره ممكن من خلال مستشارين خارجيين تعاقدنا معاهم، في منهم برا في بريطانيا، في منهم في غزه، في منهم في الضفة، ومنوعين على أكثر من مكان في العالم.